وقفة على رصيف العدالة الغائبة، هذا هو حال أهالي المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً في محافظة أبين، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المكتب التنفيذي بدعوة من منظمة صناع السلام. حالة من الفراغ تسود هذه المحافظة وتحولها إلى صحراء من الخوف والتوقعات السيئة. العشرات من الأهالي أتوا إلى هنا للتذكير بمصير ذويهم المعتقلين والمخفيين قسريا الذين اختطفهم زوار الليل ولا يعرفون طريقا واحدا يؤدي إليهم. يطالب هؤلاء بمصير المعتقلين والمخفيين قسريا وبوقف المداهمات الليلية التي باتت أحد المظاهر المثيرة للقلق في أبين والمحافظات المحررة. نفذنا هذه الوقفة للمطالبة بالكشف عن كل من هو مخفي والسماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بزيارة المخفيين والمعتقلين قسرا، ونطالب أيضا بأغلاق كل السجون الغير قانونية في المحافظة التي انتشرت الفترة الأخيرة بشكل مخيف ومرعب. لا يريد هذا الأب الذي أتى من منطقة الكود أكثر من مشاهدة ولده والاطمئنان بأنه لا يزال على قيد الحياة وله عنوان واضح في أحد السجون التي تتزايد أكثر من أي شيء آخر في أبين والمحافظات المجاورة. الآن شهر ونص تقريبا ما نعرف عنه أي شيء، اللي مطلبي الوحيد أني ما طالب بأي شيء غير أني أشوف ابني، وإذا علي أي جرم ولا أي تهمة يعلقوا حبل المشرقة وأنا أتفرج عليه بس تشوفه، وأنا واثق من ابني أن ما له أي جرم 24 ساعة هو في حضني، يروح يبيع روتي ويرجع البيت، وأهل المنطقة كلهم لو تسوي استطلاع في المنطقة اللي يعيش فيها في الكود كلهم عارفين أنهم يتعشوا ويتقرعوا من الروت اللي يبيعها. وهذه الأم لم تعد تتذكر سوى مشهد اعتقال ابنها بطريقة لا تحتمل معها حتى البقاء في المنزل. كسروا علينا الباب، فكوا شقتين تمام، وبعد لما دخلوا عليهم بقي 20 نفر مقنعين بقناع أسود لا ندري منهم، ثاني قو سلم السلاح ولا حنا داري، يعني السراق طافي والدنيا غدرت الساعة 2 الفجر، قال شلوا بني مني حتى الآن والله إني ما شتي البيت حتى أشوفه، مدد في القاع وعلي السلاح كذا مزقق بالأسلحة وبني مبطوح في القاع، ما أشتي حتى البيت للآن، أشتي نشوفه بس على الأقل. مجموعة نشطاء السلام تضع على رأس أولوياتها إنهاء هذا الفراغ الناجم عن غياب أجهزة العدالة الذي فاقم من التدهور الأمني والإنساني، وتطالب أيضا بإغلاق السجون غير القانونية. الاحتجاجية هي تعبير حي وإنساني للوضع السيء في محافظة أبين. نحن في محافظة أبين نعيش فراغ قضائي وقانوني بحت في هذه المحافظة. نرجو من الجهات المعنية بالأمر، نطالب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بلفتة كريمة إلى محافظة أبين. تحقيق العدالة في أبين مهمة تغيب فيها أطراف عديدة أهمها أجهزة العدالة نفسها، ويحضر فقط زوار الليل الذين يخلفون وراء كل عملية اعتقال أسئلة مرة وقلوبا فارغة ووجوها يغشيها الحزن الثقيل.